انا هعمل دلوقتي شويه مكرونه ابدا بيهم لان فيها شويه شغل كده. مكرونه بالجندفلي، مقاديرها يا استاذه رحابه على الشاشه. جندفلي، بلح البحر نفس المدرسه، عرايس نفس المدرسه، مكرونه اي نوع مكرونه انت حباه. انا جبت المكرونه الحلزوني عشان الاولاد بيحبوها. لما تيجي تشتغلي سمك لازم كله مع بعضه كده علشان السفره كلها تكمل في وقت واحد. والمقادير على الشاشه، مكرونه وجندفلي. ايه الصوره الحلوه دي؟ الصوره الاولى على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها، والصوره تعني مليون كلمه وليس الف كلمه. ومعانا طبعا تومه، ومعانا بصله ناعمه وكريمه لباني وزعتر، دي المقادير التامه. ولكن مدرسه المغازي الطهويه مختلفه في طبق المكرونه اللي هعمله دلوقتي. حلو قوي. نشيل الطاسه دي كده ونخلي الاثنين دول كده جنبينا، والاثنين على نار شديده. حلو الكلام. الماكريل في الزيت ما تقلقيش منه. استغل وقتك في المطبخ، ما تقفيش في المطبخ طول النهار بتعملي في طبق بيض اومليت خالص. انا بعمل اهوت كذا اكله وكذا طبق وانا واقف. زيت في التسطير. حلو قوي، اول مره اشوف اكله تتعمل في حلتين جنب بعض. حلو قوي. الطاسه الاولى دي هحط فيها فص توم مع شويه زعتر. اللهم صل على النبي. فص توم مع شويه زعتر. عايز نار شديده والله يا شفيق، انت حبيب هارتي والله العظيم. دي نار شديده، دي نار ضعيفه. ونحط الزعتر. مخرجنا عايز الاثنين جنب بعض عشان الصوره تبقى ايه؟ حلوه. ادي الزعتر مع التوم. انزل بالمكرونه. ايه ده يا شيف؟ هي بصله؟ اصبر على رزقك يا شفيق. تومه وزيت زيتون ومكرونه. واقلبهم مع بعض كده. حلو. مدرسه. مع قليل من الملح. والماء المغلي. اللي هو دايما معايا اللي هو البوكي جرنيه. يا ويلي يا ويلي، الصورة الحلوة بتفاصيلها. ونسيب المكرونة دي تستلق في شوية المية دول. الطاسة التانية شديدة الحرارة. بنحط فيها بصلة ناعمة. حلوة قوي. العب يا سمك. بصلة ناعمة. فص توم ناعم. زي ما أنا شغال كده. معلقة فلفل حلوة مطحونة في الكبة. الله. معلقة فلفل خضرة مطحونة في الكبة. الله. ونقلبهم مع بعض. مع شوية كزبرة خضرة أو كرفس. اللهم صل على النبي. الريحة الحلوة دي يا شيخ. أشيل دي من أشيل دي من هنا. حلو قوي. للتفاصيل عمل طبق مكرونه بشكل تاني وطعم تاني بالقشريات. البحر فيه خيرات كتيره من عند ربنا سبحانه وتعالى، قشريات، رخويات، اسماك. من اهم القشريات اللي في البحر الاستاكوزا، سعرها غالي. الجمبري سعره غالي. بلح البحر والجندفلي في متناول الجميع. على عينك يا تاجر. بتفتحيه، بتنضفيه من الرمله، بتغسليه ميه ساقعه. في ميه ساقعه مش ميه سخنه. ويتحط كده مع الطشه اللي انا عملتها. تعمل ايه يا عم الشيف؟ على عينك يا تاجر. سؤال حلو من كنترول لهواه السمك. ينفع بعد الجندفلي اعمله بالجمبري يا شيفنا؟ ينفع، انت وجيبك. تعمليه بالجمبري، تعمليه بلحم الاستاكوزا. اهلا وسهلا، ويلكم. كده الجندفلي مع المكرونه. تغليفة حلوة، تتويجة حلوة، طبيعي البسطة تحب الكريمة اللباني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، الكريمة نازلة بتزغرط. هو ده. يلا طب ده خلص. ألف هنا وشفا للي هياكل. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ زي ما هو كده. لحق الجندفلي يستوي يا شيف؟ طبعًا. هسة طاسة شديدة الحرارة، خلطة قلبت اتبلت، كل ده مع بعض. يلا العب. هو ده. على فين الصوره الحلوه بتفاصيلها؟ باخد منهم شويه على المكرونه. يا ويلي.
بيه.